حقنك عبد الحي لحق الولد راح يا مقرز. شو صار عبد الحي بطافي؟ شو صار له؟ لك شو صار له؟ لقيت وحوش بين بساتين المطحنة بين الحياة والموت والعياذ بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يا جماعة شرفوا افتحوا افتحوا. أنا أشوف عبد الحي جوا. روح يا ملك. يا الله يا شافي أنت الشافي. اضرب أنا. افنى أنا. موت أنا. ما يصير لك شيء يا عبد الحي. يا باطل يا باطل عليك يا عبد الحي يا باطل. ان شاء الله وكيل الله. لا اله الا الله لا اله الا الله. شد حيلك طلعت عليك شد حيلك. لك شلون بدي شد حيلي اذا كان ابني وحيدي فارق بالمره. انت بس اهدروا اهدروا. رد علي يا عبد الحي. رد علي يا يا تيتا رد علي. قومي خلي ابو احمد شوف شغله. قومي الله يخليك. اضرب انا خليني اقعد معك. تعال الله يجمع عليك. تعال خلي ابو احمد شوف شغله. اخ يا تيتا يا على قلبي اضرب انا موت انا افنى انا. صلي على النبي ان شاء الله. صلي على النبي. يسر عرضك طمني. بيني وبينك يا معلم عمار حالة عبد الحي صعبة كتير كتير صعبة. لا لا لا. طب والعمل شو العمل؟ أنا برأيي تاخدوه على الخستخالي يا أما بتجيب له حكيم مختص من عندهم. طب أنت قل لي شو المناسب لحتى نعمله. قل لي. أنا بشوف إنه يجي الحكيم له وعلى ضوء هالشي بنشوف شو نعمل. ماشي ان شاء الله مشوار الطريق بكل الحكيم موت. الله يا ابوي الله يطينك يا معلم عمر. خالد بضل مزروع هون. لا تاكل هم اخي ولا يهمك. طولي عليه. عم بيقولوا انه حالته خطره كثير. حالته ما بتطمن منوب يا جماعه. قولي على اسمي انا عليه. يعني لهلا ما فهمت شو عملته ابن عمي. ضاغط على قلبه مو عيال منوب لانه الضربه جاي على راسه. ايه جابوا له حكيم الخستخاني وضل يعالج فيه قريب الساعتين زمان. ايه اعطاه دواء وعلى قول الحكيم انه بس يصحى بيصير مثل الحصان. ايه وبعدين؟ ضلينا قاعدين قدام منه كل الوقت وما كان يصحى المسكين. طيب وشو بدكم تساووا؟ على اساس انه اذا ما صحي من هون لبكره على بكره ياخذوه على الخستخانه وهنيك بتتم معالجته. شو صغار وينهم نايمين؟ قولي على طول. وليش ما اخذ الولد بسرعه على البيمارستان؟ ما كان حدا عرفان انه حاله عبد الحي مخوطره لهالدرجه يا ام حاتم. ايه الوعده لعلى بكره إذا ما فاق الولد ورجع له وعيه ناوي المعلم عمر ياخده يحكمه على حسابه الخاص بالأسيتاني. على الأسيتاني؟ إيه على الأسيتاني. عليم الله يلي بيشوف المعلم عمر قديه زعلان على عبد الحي ما بيقول إلا إنه هالولد ابنه. الله لا يضره يا رب. خير إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خير سيدنا شو صاير؟ الله يرضى عليك أبو حاتم. البيت ومشي معي.
صاير شيء لعبد الحي؟ ان شاء الله ما على قلبه شر، بس بعد اذنك البس بسرعه وامشي معي وعلى طريق احكي لك. يعني عبد الحي ما صار له مكروه لا سمح الله؟ لا ما صار له ولا رح يصير له باذن الله، بس عجل الله يرضى عليك. عن اذنك دقيقه. تفضل. طبعا طبعا يا شيخ عبد الحق، التحقيق لابد لا غني عنه، ولازم نعرف ظروف الحادث وكيف صار وشو اسبابه ومين المسبب. ابو طافش ماله علاقه لتوفوه يا جناب اليوزباشي، الزلمه ورا عيال، والشيء اللي صار امر الله ماله دخل فيه. بهيك حاله ما بنحسن الا نوقفه على ذمه التحقيق يا شيخ عبد الحق. واذا مثل ما عم بيقول ابو حاتم انه كان باعت عبد الحي ليلم الغله، جايز يكون حدا شاف معه المصاري ومحاول يقتله. وبهيك حاله بده يكون في ورا الموضوع جريمه قتل يا سيدنا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ولا امتى رح يضل ابو طافش موقوف يا جناب اليوزباشي؟ لا يصحى عبد الحي ونفهم منه مسببات الحادث يا ابو حاتم. وبركي لا سمح الله عبد الحي طول بالغيبوبه يا جناب اليوزباشي. مضطرين نضل موقفين ابو طافش على ذمه التحقيق يا ابو حاتم. على خير على خير ان شاء الله، بس بدنا بالمعيه تديرونا بالكم على ابو طافش لبينما تتحلحل الامور. من هالناحيه لا تاكل هم يا مختار. وبالمعية بحسن أنا شق على أبو طافش، شوف شو لازمه وشو ناقصه. معلوم تقدر يا باشا. ويسعيد. حاضر سيدي. روح مع عمك أبو حاتم خليه يطمن على أبو طافش. أمرك. شرف عمي أبو حاتم، تفضل. يا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. أعدم نظري إذا أنا ضربته. عبد الحي لقيته ملحوش بالأرض. أنت بتعرفني ومربيني من وقت ما اشتغلت عندك، وحياتي ما أذيت حدا ولا اعتديت على حدا. بسيطة أبو طافش، شغلتك عرضية. شلون بتقلي عرضية يا عمي أبو حاتم؟ شحطوني على الكركون على مرأة أهل الحارة مثل السنسرية والحرمية وأنا مالي ذنب. قلت لك شغلتك عرضية، وعن قريب رح يفرجوا عنك ولا يهمك. ايدي بزنارك يا عمي ابو حاتم، لا تتركني بلوعة. عليم الله لصالح عبد الحي تمنيته يصير لي. قلت لك ما راح بتركك، بس طول بالك لنشوف شو راح يصير بعبد الحي، وبعدين بحل الحلال. يعني معقوله يروح على اسطنبول من غير ما يودعنا؟ والله يا مرت اخي، حاله ابن عمي عبد الحي ما بتتحمل واحد يستنى ولدك. ما اختلفنا الكسلفي، ما اختلفنا يمين وعظيم، زعلنا عليه من صمصيم قلوبنا. الله يعافيه بجاه الحبيب محمد. بده ياخده على اسطنبول ياخده، بس على القليلة يجي يقول بخاطركم، لأنه سفرته لا يوم ولا يومين، يمكن تتحمل أسابيع وشهور. أخي عمر ما عم يطلع منه الكلام من زعله على عبد الحي، وعم يخانق دبان وشه، والأكل ما فات لجوفه من وقت الحادث لهلا. يبليني بقتلي كمان ما عم ياكل. رضاي عليك يا خالد، تقول له يمر علينا ولو مرق الطريق. بصير خير مرت اخي، بصير خير. وانت ابن عمي. شو انا يا بهي؟ كمان انت حتروح معنا على اسطنبول ابن عمي؟ يا ريته خلاني اروح معهم، كعيت ومليت وانا عم بقلعه وما كان يرضى وما كان يرضى. ليش هو مين رح يروح ابن عمي؟ رح يروح هو وابن عمي المخرز. يلا بخاطرك. الله يكون معك. يعني ما في مجال يتقالوا حكيم من الشام وبلا روحتهم على اسطنبول؟ جبنا له حكيم من الخستخانة وقعد معه لطلوع الضوء، وهو اللي قال انه حالته ميؤوس منه. قام قرر اخي وابن عمي المخرز انه ياخذوه يعالجوه باسطنبول. يلا السلام عليكم. السلام.